وصلنا له. يوم جيت رقم قلت يا ولد انا صديق ماني يبين على وجهي. يعني يبين على وجهي لو اني اكتمها بس يبين على وجهي. اسكت منها بس يبين. جاء قال يا ولد تراك اخطيت بالامر. قلت يا ولد اقسم بالله تراك قاعد تزيد علي، وانا والله العلي العظيم لو في مكان اقدر اتحمل فيه اتحمل، بس انا خلاص وصلت المرحله سبحان الله وحسب. اجي اقفل الباب وانا يوم قاعد ثاني قال ايش فيك انت ما كان قصدي انا. قلت والله العظيم كل نصايحك صح، بس لازم يا اخي تخير طريقه نقلك للنصيحه عشان اتقبلها. اي يا اخي انا مو في كل مره اكون يا اخي. الحياه ما هي كلها قمر وربيع. اي والله انك صح، في امور تمر عليك يعني انت نفسيتك صفر. والله انك انت ذكرتني باشياء كانت تصير معي كثير. انا ايام المدرسه طبعا الحاره اللي كنت فيها انا، وتعرف الرياض غير عن لما تكون في ديرتك. غير مره يختلف، فلا بد انك تتعايش تاثر من الناس. انا اللهم لك الحمد تعايشت مع البيئتين كلها. البيئه اللي عندنا في البيت كلهم ماشيين على العادات والتقاليد وكذا، وكان اكثر الجماعات تقريبا عندنا في البيت. فتعايشت مع والعمي، تعايشت مع اخواني، وتعايشت مع وتعمقت معهم وصرت فاهم. تعرف انت لما تدخل مع اخوانك والعمك وكذا يحكون عود. اي خلاص تفهم الشغله. في نفس الوقت اروح لبيئه المدرسه. بيئه غير قبل المدرسه، بيئه عيال حارتنا بيئه ثانيه مختلفة جدا، يعني اختلاف جذري، اختلاف غير هذا المجتمع. يعني انا الحين في تصادم حضارات يا سلام. فالحمد لله ان الشيء هذا صار لي من بدري. انا احمد ربي واشكره. ليه؟ لاني انا تعايشت مع اخوياي حلو في برا، وتعايشت مع اخواني وعيال عمي في البيت. يا سلام. صرت امشي مع ذولا على المجال اللي يبونه هناك، مع حفظك للمبادئ الاساسيه. اي لابد انك شو تتعايش مع البيئه اللي انت بتكون فيها. لان كيف يعني مثلا حتى اللهجه وكلامي مع اخوياي مو بتصنع، لكني استوعبك عشان يستوعبون. في نفس الوقت لما نرجع البيت لا، لهجتك الاساسيه. الاساسيه وهذه ترى قدره عظيمه. هذا شيء جدا عظيم صدق، خلاني اتعايش مع البيئتين. حتى في العادات والتقاليد تعايشت مع الناس كلها، صرت اعرف هذول ايش يبون، هذول ايش يبون، هذول ايش يبون. خلاص صرت امشي مع الكل. شو رغم هذا الحمد لله انها صارت لي ترى بدري من يوم صغر. اي من صغر عمري. حتى في حارتنا يعني المجتمع غير مره مره غير. رغم هذا تبقى اساسك موجود. يعني انا اشوف ان شخصيه الانسان مثل البيت. احنا يعني لا جينا نبني البيت او شيء يكون اسود، صح ولا لا؟ اسود يبنى اسود بعدين معليش رمادي عشان بلوك. اي بلوك ما يجيب لك لون اسود. اي احنا نسميه اسود. انا اجي اقول انا خلصت الاسود. اي معناته انه اي يا اخ سلمان يا حبيبي تيشيرتك لونه اليوم حيل حلو. مسمى اطمرها اطمرها. المهم هل يسمونه اسود؟ دقيقه اساس هم ينادونه اسود في الاساس. ايه اسود تمام في الهندسه. حلو اسود. فهذا الاسود هو الاساس. في غرفه راح تصير حمراء، غرفه ورديه. بس الاسود موجود اساسه. موجود انت اساسك موجود، ان انت ابن فلان اللي طريقتك في الكلام 1 2 3، اللي شيبانك 1 2 3، اللي لكن لا جيت فرضا الضيف من برا ولا شخص من مدينه ثانيه، انت تتاقلم معاه. بس ترى التاقلم البسيط هذا مو معناته ان انت متخلي عن عادات. ما تتجرد انت من المصيبه. لا ترك احد، جاء احد هدم الاسود هذا، جاء بس حط له واحد وردي. ايوه ما يصلح. اللي طلع عن بيئته تجرد. متى انا شفت الحالات هذه؟ احنا الحين ندري ايش برا. فجاه رجال ابن حموله وما عليه خلاف وربعه العرب الفلانيه، فجاه سلم مختلف. صار سلم مختلف. يعني لا تجود بعاده، لا تجود. انا الحين اقول لك يعني اوكي، انا اروح يجيني رجال ضيف عندي، احيانا بحكم ان انا مسافر برا مرات ما يكون عندنا مكان نروح نشرب ستاربكس. هذاك اللي يجيك شو يتصنع الشيء تشرب. لا انت رحت تشرب هناك مثلا، توك منتقل جديده. انا فاهم عليك. جديدة انا اتكلم عن الشخص اللي تجرب من عاداته. اي 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 هذا يتصنع للاشياء الثانيه عشان يرضي. اي يعني انا مثلا ادري ان الرجال اللي عزمني على ستاربكس يوم من جيت ضيف انه منحت ولا ما عنده مكان. صح. بس ما يلغي ان الرجل هذا لو جيت عنده في محله انه متمسك الشيء. الامر بين، عرفت شلون؟ وترى التاقلم في الحالات هذه تعتبر من الكمال الداخلي. ان الانسان وصل، شوف الانسان مهما وصل ما راح يوصل للكمال، لكن من اشكال الكمال ان الانسان يدري انه هو. اسمع الجمله هذه بيك تحفظها.
من أشكال الكمال أنك تدري أنك شخص غير كامل. أي سلام، كل الحمد لله. أنك كل يوم راح تتعلم، عرفت شلون؟ كل يوم راح تتعلم، كل يوم تتعلم. يعني شفت أنت الحين شخصيتك، أنا حكمي الأول عليها يوم إن صار الموقفين اللي في البداية بيني وبين الموقفين اللي في البداية، قلت يا ولد أول موقف يوم من هذا، قلت هذا الولد طايش شايف نفسه ولا. متى تغيرت الفكرة؟ بنفس اللحظة يوم جيت قعدت معاي، قلت يا ولد ترى أنا مو قصدي بالأمر هذا كذا وكذا، لكن وكذا. لكن من الأول أنك ما تدخل، تعلمت منك أمر، ضفت لي أن أنا علي رغم اعتقادي بأني أنا إنسان فاهم، يا سلام ضفت لي أمر. تدري تدري هذا الشيء كان تغيير لي ولك، سبحان الله ضفت لي أمر. بعدين مرت الأيام، يوم صار في عرف طبع سلمان، يوم صار الموقف في المشهد مثلا في قمة عصبيته مثلا، أدري شلون مثلا أنا شو اللي يرضي سلمان، يا سلام، أو شنو اللي يخليه يهتم تجيه بالطيب. لا يعني لا تجي نار بنار، أيوة ولا فهمت، تجي نار بشيء نهدى، لا شفت خويك نار لا تجي نزيت. حلو ترى أنه شخصي يعرف، فأنا أذكر حتى أرحب سلام أرحب لا 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 أقل طالع. حلو أن الشخص وشو يعرف، عارف مواري خوي. شفت أنا يعني أنت عندك في أشخاص ترى ما كنت أقدر أني أقول هذا، مستحيل أنا أتقل. أي سبحان الله. أنت عندك محمد فرح، أي محمد مثلا تحس في البداية أنه طايش بسام عشق، ما كنت أقدر بسام ما كنت أقدر أخذ وأعطيه، مستحيل بلكة كأنه بلكة يمشي. سبحان ربي يا ولد، أقول مستحيل إني أقدر آخذ وأعطي مع بسام عشق، والحين من أقرب الناس لنا يعني. قسماً بالله العظيم، أقسم بالله، يعني أكثر الناس يقول هذه سيناريوهات متكررة، يعني حتى أنا لما برا أقول شخص هذا ما كنت، لا بس فعلاً شخص الأشخاص ذولي ما كنت أقدر أستمع معهم. سبحان ربي اللي دخلني معهم. سبحان الله. ورغم إنك شوف صارت لك تجارب قديمة إن شخص انطباعك الأول عنه فاشل، وبعدها لا صار قريب منك، ومع هذا لما تجي بيئة ثانية تقول هذا انطباع فاشل، ما تربطه بالقديم. أيوة. لأن الإنسان يتجدد. عندك سعيد. أي. سعيد تذكر هوستينو يا. أي. قلت مستحيل. مستحيل نصير أخ. وأنت أكثر واحد يمكن حزنت عليه يوم من موقفك. لا عندي. شفت يوم تهاوشت معه هو اليوم خلاص بعت بيننا. نفر. اليوم الثاني ما أدري شنو تخيل إن العيال كانوا جالسين معنا فجأة قاموا في المشهد. شوف اللي أنا وسعيد يفضل لي وهو طول. أنا يوم وراح قلت أنا شنو مفضل، شنو أعطيت لي خاطري، أنا صدمت من نفسي وصارت علاقتي مع أحد. لذلك هذا جمال طلع. أي شوف، وأنت أكثر واحد زعلان يعني. أنت وكان. أنا كنت أشوف السالفة اللي صارت أنت يعني قمة الحزن. الفكرة ما فيها الحين اللي لازم يعرف الإنسان، لازم يظهر على الشمس عشان يكتب. الحين الأطباء يطلبون من بعض الأشخاص أن لازم تطلع على الشمس، فيتامين ما بي اف تي فيه بس ممكن دال مدري ألف قالوا كاد اللي لم تطلع على الشمس من الحقات. في فيتامين العادات والتقاليد لازم ينحك عودك للمرحلة اللي يوصل الإنسان يقول لك أنا مجالس مدارس، بس مو كل مجلس مدرسة. المجلس اللي تجلس فيه يوميا نفس الأمور، اللعب وهذا واستراحات، قد يكون هو زين يعني للترفيه، لكن لازم تخير مجال. لذلك نرجع لقاعدة الأساس، كل امر لو وصل الى الوسطيه يعتبر هو المعدل الحقيقي، خير الامور وسط. يعني مستحيل انك تقدر تعيش مع نفس الاشخاص دائم في مجلس وانت بتتعلم، لانك ما راح تتعلم. يا سلام، لانك خلاص انت عرفت طبعهم، تعلمت منهم الاشياء هذه، مستحيل يتطور الشيء هذا بينك. الحين مثال بسيط، انت لازم تعايش طبقتين، طبقه اعلى منك وطبقه اقل منك في المعنى في العرف، يعني مو بالقدر. أيه لا، في معلومات معينه هذولي تعلم منهم، هذولي تنقل له. ترى لما ندرس تصير حلقة، أي حلقة هو عبارة عن حلقات. هو في ثلاث أمور، ثلاث طبقات في كل جلسة. شخص أعلم واحد بالقاعدين، شخص علمه في المنتصف، شخص لا يعلم في الموضوع اللي يسولفون. هذا يأخذ من هذا وينقل إلى هذا، يا سلام. وهذا يقوم يصير عاد الحين ثلاث طبقات. هذا عاد فهم، لأنه ما أقدر أنزل إلى طويل عاد استوعب. هذه هي ثلاث عاد صب كرك كذي. أي فأقول لك هذا يصب في إذن ذا، هذا إذن الثاني يصب في إذن ذا. الحين يوم من جوله ذلي الله يجزاهم الخير اللي يسولفون في لغة الإشارة. أنا علمي في لغة الإشارة ولا حقرها صفر، لما عمري قعدت مع أحد. الحين مثلا ضافوا لي أمر معين، فرضا أنا يعني جيت لسلمان علمت أن ترى مثلا هذا يعني كفو مثلا، أو هذا يعني جيب، هذه يعني هذه تصفيقة. تصفيق. الحين نقلت لك العلم، رسخ في بالي اللي نقلت لك يعني. طيب شوف، طرى كلامك انه صحيح، وقبل شيء انت ما كنا نسولف الموضوع، وانا جالس دخلت في نهايه الفقره،
انا ما كنت موجود. فدخلت على النادي. دخل انك كنت تعبان طبعا يعني. بس للامانه اني في العناد يعني كان عندي شغل. شغله اي ظرف طالع اسلم. فكنا اشكرك على التعزيز. انا ما اقدر تعزز نفسي. ما عرفت اكذب. مساء النور يا هلا. كنت قصير عرفت. فالمهم انه قبل شوي من جاني صب معلومه في محمد جابر. يا سلام. اعطاني معلومه اخذها من الرجال. يا سلام. اعطاني اياها. عالم. شخص تعلم المعلومة وانت صفر في الامر لانك جيت كان عندك امر طارئ طبعا ايه؟ سلمان كلمه سين لام ميم عين نون يا سلام علم حلو هو لان تعليمه واضح فاشل كل حركات خطا كلها خطا تقريبا لا ابو سعيد شلون حالك يا ولد علام كبشير والله بالشعر بس ايش فيك تمسك خط صح